لكم كل سنه وانتم طيبين، وانا واثقه في هيئه الاسعاف المصريه واحنا كلنا داعمين لها، وارجو دايما تكونوا على حسن ظن الجميع. خلاص ماشي ماشي خلاص ماشي ماشي كده كده عندنا مهندس مقيم مع الغرفة تكنيكال سبورت، يعني استعدادات الوزارة دايما في تنسيق بين هيئة الإسعاف وغرفة الطوارئ وبين غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة ومجلس الوزراء، كل الأجهزة بتشتغل مع بعضيها. دايما بنحرص على أن يبقى عندنا أماكن في الرعاية المركزة في الأوقات دي فاضية لتلقي أي نوعيات حالات ممكن في أي تجمع، ودايما بيبقى عندنا أطقم الطوارئ في أقسام الطوارئ بتبقى جاهزة 24 ساعة. بنرفع درجة الاستعداد في كل المستشفيات بالذات مستشفيات الإخلاء، وبنتأكد ومتأكدين الحمد لله كل الأدوية ومستلزمات بنضخها. في تنسيق مع المستشفيات الجامعية من حيث ان هم بيمدونا بالقوى البشرية وبيبقوا على استعداد دائم معنا، ولو في اي نقص أدوية ومستلزمات احنا بنساعدهم، وكلنا في الاخر بنشتغل على مريض واحد هو المريض المصري. انا واثقه فيكم، وانتوا شدتوا البلد في كل ازماتها في صمت وعديتوا بيها، فاصعب ايامها انا كنت تزاملت معاكم وشرفت بذلك. فانا واثقه فيكم وفي مجهودكم، وان شاء الله لو في اي حاجه انا بابي مفتوح وتليفوني معاكم كلكم.